برضو. ومجلة النادي الأهلي قالت كمان ان اتهم نبيل نجيز المدير الفني لشبيبة الثورة الجزائري التحكيم بالتسبب في الخسارة القاسية لفريقه 3-0 قصاد مضيف وسيمبا التنزاني يوم السبت اللي فات في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا. قال التحكيم دبحنا وأثر في النتيجة النهائية، الهدف الأول جه من خطأ والتاني من وضعية تسلل. وأكد كمان ان شبيبة الثورة هيحول اهتماماته كلها للمباراة اللي جاية قصاد النادي الأهلي، وأكد كمان أن المواجهة دي هتكون عرس كروي كبير.